صور تاريخية توثق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة المغربية، معرض يشارك بها الأرشيف والمكتبة الوطنية لأول مرة في موسم طنطان المغرب بنسخته الحالية. ما يميز المعرض السنة عندنا صورة لافتتاح سد أبي الرغراق في الرباط سنة 1974 بحضور المقفولة بإذن الله الشيخ زايد، وكذلك صور عن حضور الشيخ خليفة بن زايد رحمة الله عليه سنة 1986 في أكاديمية العسكرية في مكناس. توثيقات صورية يستشف منها الزائر المحطات التاريخية والتعاون المشترك بين البلدين وجهود القادة في تنمية العلاقات الثنائية وما يرتبط بها من ثقافة وتاريخ مشترك تعود لسنين طويلة غزلتها عادات وتقاليد مشتركة ومتقاربة. إلى جانب ركن المكتبة الخاصة بالأرشيف الذي يعرض مجموعة من الإصدارات نعثر عليها بين صفحات التراث بمختلف مكوناته وعناصره التي ترسم صورة بانورامية لطبيعة روح هذين الشعبين المحبة لقيم الحب والتسامح والحياة. يعد التعاون الثقافي قيمة استراتيجية في رسم طبيعة العلاقات الثنائية بين الدول، وهي السبيل الأمثل لمساهمة الشعوب في تعزيز العلاقات الودية والمستدامة فيما بينهم. لمركز أخبار قنوات أبوظبي هبة الصقري، طنطان المغرب.